ننتقل الآن إلى موفد تلفزيون دبي إلى جدة، الزميل حميد الزعابي وضيفه حسين الشمري مدير إدارة الإعلام الدولي في السعودية، تفضل. هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تعقد القمة الخليجية المشتركة والتي تحمل حقيقة ثقل سياسي بحكم مشاركة عدد من زعماء وقادة الدول الخليجية والعربية. طبعا هذه القمة تأتي في وقت استثنائي وتأتي كذلك لمناقشة عدد من الملفات الساخنة التي ينظر إليها بأنها ستعيد صياغة العلاقات الاستراتيجية وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هذه القمة تؤكد كذلك على أن دول الخليج هي لاعب سياسي وحليف استراتيجي مهم في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي الأستاذ حسين الشمري مدير إدارة الإعلام الدولي هنا في المملكة العربية السعودية. مرحب بك أستاذ حسين. طبعا نود أن تحدثنا أكثر عن أهمية القمة المنعقدة هنا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أول شيء رحب فيكم في المملكة العربية السعودية، وكما ذكرت في مقدمتك الجميلة بأنه بلا شك أن القمة هذه القمة العشارية اللي هي قادة الخليج بالإضافة لفخامة الرئيس المصري وجلالة الملك عبدالله الثاني ودولة رئيس الوزراء العراقي بالإضافة إلى فخامة الرئيس الأمريكي تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم من تضخم بالأسعار من نقص في الطاقة، فلذلك العالم كله يعول عليها ليس فقط منطقتنا، وكما ذكرت وجود هؤلاء القادة الشيخ بن محمد بن زايد الله يحفظه وأمير الكويت وملك البحرين وأمير قطر وسلطان عمان بالإضافة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، هذه كلها تأتي إن هناك خارطة طريق سترسم في هذه القمة للمنطقة وللعالم لأهمية المنطقة. الآن البديل للطاقة الروسية هي منطقة الخليج، أكبر مصدرين للبترول هي منطقة الخليج، وأيضا الغاز كذلك، وكما أعلنت ألمانيا قبل يومين بأنهم سيقفون استيراد البترول أو الطاقة الروسية مع نهاية عام 22، فلا يوجد بدائل إلا منطقة الخليج. نحن عندنا مكامن قوة كبيرة تؤثر، والآن هذه القمة تأتي في الندية، هناك ندية بين القيادات. فخامة الرئيس الأمريكي لن يلتقي مع السعودية لوحدها أو مع الإمارات، بل سيلتقي مع هذه القيادات برأي واحد، وهذا ما يجمل هذه القيادات حقيقة. الله يحفظ قياداتنا لأنهم بالفعل قادونا إلى مرحلة كبيرة، هناك فجر جديد للنظام الدولي الجديد ربما سيرسم في هذه القمة. إذا الملفات كما ذكرت هو ملفات كبيرة، لن نتحدث عن هذه الملفات سنتركها للقادة، ولكن المأمول بأن هذه القمة ستقود العالم لك حميد ولضيفك الكريم.